أحد الخطباء توفي رحمه الله، كان رايح إلى إحدى البلاد الأجنبية، وصعد فوق المنبر بعد أن عاد تحدث حول هذه القضية. قال: صعدت فوق المنبر وتحدثت حول الحج، وقلت في الحديث الشريف: من مات ولم يحج يقال له عند موته: موت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا. يقول: عندما قرأت هذا الحديث حدثت هنالك همهمة، ولم أفهم وجه هذه الهمهمة. ليش؟ عندما نزلت من المنبر سألت أنه شنو القضية؟ قال: هؤلاء اللي عاشوا في تلك الأجواء ما كان هنالك من يوضح لهم الحدود بين الحق والباطل، أخذ بعضهم يتحدث مع البعض الآخر ويقول أحدهم للآخر: هل اليهودية بها إشكال؟ المسيحية بها إشكال؟ حتى يقال له عند موته: مت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا. مسلم يعيش في بلاد الغرب لا يفهم الفارق بين الإسلام والمسيحية والإسلام واليهودية، هذا تمييع الحدود بين الحق والباطل. من يتحمل مسؤولية هذا؟ الذين كتموا الحق، الذين لم يظهروا الحق. كيف تحافظون على الحاجز النفسي والروحي إذا كتمتم الحقائق ولم تظهروا هذه الحقائق؟